منذ تأسيس الدولة الخليفية في الزبارة في القرن 18 وبعد افتتاح جزر البحرين، أنشأ حكام الدولة الخليفية نظاما إداريا وقضائيا وتموينيا وأمنيا شمل مختلف أراضي الدولة الخليفية ورعاياها في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. وظلت العلاقة بين حكام البحرين ورعاياهم مثالا للوفاء والولاء. الحكم في الزبارة كان الحاكم للزبارة، وكانت هناك علاقات وطيدة بينهم بين القبائل المنتشرة في شمال شبه جزيرة قطر. جميع القبائل اللي هناك يعني موالية ل يعني جناح الحاكم، وثاني شيء انه ما في يعني بينهم حاجز، وكانوا يعني يزورونه باستمرار ويحل مشاكلهم ويقوم بما ينقصهم من اشياء يعني اشياء اللي تتم حياتهم، من امن، من غذاء، من يعني سبل يعني سبل تسريع الامور اللي تخصهم في التجاره وغير التجاره. فكان يعني الحكام الموجودين هناك من زمان الشيخ محمد بن خليفه والشيخ خليفه بن محمد والشيخ احمد بن محمد اللي هو الفاتح، وكانت القبائل كل القبائل موجوده في الشمال. يعني احنا لما نتكلم عن الشمال يعني اقليم الزباره، فاقليم الزباره يمتد من الزباره الى الشرق، لان قرب الزباره بحر طبعا، فيمتد للشرق الى الساحل الشرقي، منها الفيرط والقاريه واضخيره، هذه اللي على كان على الساحل الشرقي، وممتد على الشمال الى الشمال الى رويس. فهذه المناطق كلها اقليم الزباره، وفيها القلاع، بعض القلاع، بعض القرى فيها قلاع، بعضهم ما فيها، يعني لان حياه البدو يعيشون في قرى في البر او في هجر يسمونها هجره. الهجره تتكون من يعني من اشخاص معدودين، يعني الاب مع اخوانه ومع ابنائه، فيسوون لهم كم من بيت، يمكن بيوت شعر، ويسكنون يسمونها هجره. الهجر هذه ما توجد فيها يعني قلاع، اما القرى لا، موجوده فيها قلاع. واحنا سبق ان تكلمنا عن القرى اللي فيها قلاع موجوده، سواء في الباطن في داخل البر او على الساحل. وكان العلم الخليفي الرايه الرسميه التي ترفع على جميع المدن والقرى والقلاع والسفن التابعه للدوله. والعلم الخليفي يرفع على جميع القلاع، ما في مناسبة على طول السنة، وكذلك يرفع على السفن. السفن اللي تتبع البحرين ترفع العلم في تنقلاته، سواء في موانئ الخليج أو موانئ ثانية. فلما يشوفون العلم يعرفون أن هذه السفينة تتبع البلاد هذه. ولقوة العلاقة بين حكام الدولة ورعاياهم، فقد شاركت هذه القبائل في فتح جزر البحرين. فالله يسلمك، كانت يعني علاقات اجتماعية متواصلة مع يعني صاحب العظمة يعني، وكانت الحياة طبيعية. الحياة طبيعية يدلك انه يعني كان فتح البحرين في اعتقد 1783، كل القبائل الشمالية كل شاركت في يعني فتح البحرين، وبعضهم استقروا في البحرين وبعضهم رجعوا. وتصل خدمات الدولة من تموين غذائي ودعم مالي وغيره للجميع بلا استثناء، سواء للقبائل التي استقرت في جزر البحرين أو تلك التي عادت إلى أراضي الدولة في شبه جزيرة قطر. حدثني واحد أنا من هالمنامة، يقول احنا يعني في مرة مرات في 37، قبل 37، قبل حدث يعني قبل بشهر بشهرين، يقول رحنا مع المستشار وكنا مودين معانا مؤن، مو سلاح وشيء، مودين لهم مؤن لأنهم محاصرين ما يدروحون، فودينا لهم عيش وشكر وتمر. هذه أول الناس يعني قوت الناس، أول هذه ما مش شيء ثاني يعني. يقول يجينا على السيف ويانا ريال اسمه محمد بن يبنى،
فالوالد قال لي نعم، حتى قال لنا يعني كان معنا يعني هذاك مترجم الكلمة، قال لهم تعال دشوا عندنا تعشوا عندنا الانجليزي، قال لا احنا بس جايبين كلكم هذه، ورجعني يقول كان عندنا لنج، ما كان في لنجات قبل الا عند المسؤولين الكبار مستشار وما شابه يعني، فيشيلون على الجمال وعلى الله يكرمكم على الحمير ويودونها في بيت شيخ القبيلة، وجماعته يجونه ويطرش عليهم هو ويوزع عليهم على قدر الموجود عنده.